عقب 4 سنوات من العمل الدؤوب وفي إطار مواكبة العولمة والتكنولوجيا المفتوحة على كافة المجالات، جرى إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تشجيع مهارات الحوار بين الثقافات تحت اسم MOOC، وهي عبارة عن دورة إلكترونية مفتوحة المصادر عبر الفضاء الإلكتروني يمكن من خلالها إحداث التغيير في المجتمعات وإرساء السلام والاستقرار. إطلاق المبادرة التي يشرف عليها مدير مركز قدموس البروفيسور سليم الصايغ جرى من ضمن فعاليات معرض الكتاب الفرنكوفوني في بيروت بدعوة من جامعة الحكمة وبالتعاون مع الوكالة الجامعية للفرنكوفونية ومكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت ومركز دراسة النزاعات وسبل حلها قدموس بالشراكة مع جامعتي القديس يوسف والجنان. وكان شرح تقني من قبل البروفيسور الصايغ والدكتورة رشا عميري حول الدورة وكيفية التسجيل، وهي متوفرة باللغة الفرنسية مع ترجمة نصية باللغة الإنجليزية، وتتألف من 42 شريط فيديو وتمتد على 6 أسابيع وكل أسبوع من 3 إلى 5 ساعات، وتتوج الدورة بشهادة تعطى مجانا، كما قد تؤدي إلى شهادة مع وحدات أكاديمية تسلمها الجامعات الشريكة لقاء رسوم. حوار بين الثقافات هو تواصل، وأبعد من التواصل هو كذلك سعي إلى حل النزاعات، وهو كذلك اكتساب القدرة على التكيف مع حالات مختلفة وقبول الآخر والتعاطف معه وتخطي التعاطف للعمل سوية من أجل بناء السلام الاجتماعي، السلام الداخلي. هو بين إيدين طلاب أكثر من جامعة، وكذلك بين أيدي كل الناس. أي إنسان بيقدر يفوت يتسجل ويتابع من دون أي التزام، مش ضروري يكون الواحد ملتزم أنه يكفي للآخر حتى يأخذ أرصدة جامعية. أولا هذا مجاني، الناس تقدر تفوت، لكن حتى يقدروا ياخذوا نوع مثل إفادة أنه نتابعوا لازم يكونوا جديين. مكتب اليونسكو يعمل على دعم المبادرات والأنشطة التي تهدف إلى تشجيع الحوار المفتوح بين مختلف الأطراف، وهذا ما أكدت عليه المسؤولة عن برنامج حاور في مكتب اليونسكو، والذي يؤمن بالدور الرئيسي للجامعات في إحداث التغيير ودور الشباب لأنه قوة تحويلية ومتحمسة لترسيخ مبادئ الحوار كحل للنزاعات. هذا البروغرام بيستهدف الشباب بشكل خاص لدعم قدراتهم ودعم يعني قدرتهم أنهم يواجهوا تحديات العالم، واللي أهم أنه يكون عندهم مسلحين بمهارات الحوار والحوار بين الثقافات ونشر ثقافة الحوار والسلام بالعالم العربي. ممثلة الوكالة الجامعية للفرنكوفونية سينثيا رعد تحدثت بدورها عن دور الوكالة في نشر ثقافة الحوار وتعزيز روح التعاون، واعتبرت أن هذه المبادرة مبتكرة من حيث مفهومها وطموحاتها كونها توفر تدريبا على الإنترنت مفتوحا للجميع، منوهة بدور الدكتور صايغ في تسخير كامل طاقاته وكفاءته العالية لخدمة هذا المشروع. الهدف هو هذا الشيء بيدخل تحت نطاق الاستراتيجية تبع الوكالة، يلي هي بتشتغل على كل شيء خاصه بالرقمة، الرقمة يعني الطرق الحديثة للتعليم بالتعليم العالي، وهذا مشروع الوكالة بتساعد الأساتذة وكل الأشخاص اللي بيشتغلوا بنطاق الجامعة لتعمل لهم تدربهم حتى ياخذوا كل المهارات اللي خاصة بتطوير مشروع الموك، ويعملوا هذا الشيء ليستفيدوا منه الطلاب الأساتذة وكل الأخصائية اللي بهمهم هيك مواضيع بالعالم. وفي الحوار الذي أداره الدكتور الصايغ أكد رئيس جامعة الحكمة الأب خليل شلفون على أهمية إدخال البرامج الجديدة والمتطورة إلى الجامعة ودمجها في المناهج التربوية كعنصر فاعل من أجل التطور والتنوع، حتى تلاميذنا وغير تلاميذ كمان يقدروا يدخلوا فعلا على محتوى، هل هي وسيلة الموك على المحتوى يعني هو الحوار، الحوار الثقافي، الحوار الديني، كل أنواع الحوارات، الحوار بين بعضنا، ونتعلم سويا ونعلم تلاميذنا انطلاقا من الحوار بناء ثقافي، ثقافة سلام. السلام ما بينبنى هيك، مش إذا حكينا عن السلام، السلام بده تربية، عم نحط الوسائل التربية بين إيديهم.
أما رئيس جامعة القديس يوسف في بيروت البروفيسور سليم دكاش فاعتبر أن المشروع مصدر غنى للجامعة وهو يعطي الكثير من القوة كما ونوعا، مشيرا إلى أن الحوار كعلم وفن وفق مشروع موك هو تقنية ووسيلة وأداة جيدة لتقديم إجابات من أجل عيش أفضل وتوفير الحلول للمشاكل التي قد تهدد المجتمع. بالنسبة لنا كجامعة يعني هالمشروع هذا بيندرج بسياستنا بشكل عام وحتى بفلسفتنا الجامعية. هالبرنامج اللي عم ينعمل له أهمية بالنسبة لنا لأنه بيعبر عنا، هذا منا، هذا شيء منا، من هون يعني منه شيء يعني غريب يكون موجود أنا معكم وتكون الجامعة من ملتزمة، التزمت وملتزمة وراح تلتزم بأشياء كمان يمكن بالمستقبل تكون قريبة من هالبرنامج هذا. واختتم الحفل بمشاركة الحضور في جملة أسئلة تتعلق بالمشروع وأهميته وكيفية التواصل عبره مع الآخر ومع الجامعات المشاركة.